طبعا حاك ان الاكلات الشعبيه دي بتبقى مليئه بالدسم، بتؤدي لارتفاع نسبه الدهون بالجسم. الدهون دي حضرتك بتترسب في جدار الشرايين بوجه عام في الجسم كله، ممكن تؤدي لتضايق في هذه الشرايين، يحصل لا قدر الله جلطات قلبيه وجلطات دماغيه. الجلطات القلبيه دي ممكن لا قدر الله تحدث وفاه، تحدث ضعف في عضله القلب، وتاثر على النشاطات اليوميه فيما بعد للمريض. لذا بينصح بوجه عام ان يتم الحد وتقليل من هذه الاكلات، وتقليل نسبه الدهون بوجه عام في هذه الاكلات.